أنا خايفة. خايفة من شنو؟ أنا أبي أقدم كل الأوراق اللي ضد مشاعل. يعني أنت معزمة؟ إيه معزمة أنا صراحة. واللي بيصير خيصير. بس على فكرة ترى أنت أهم متورطة بالقضية. أدري، ولأني أنا أعيش بجحر الخوف كذي والشك ماكلني طول عمري وأضل أحاتي وأفكر. خلاص كريم خلاص، معزمة. دام كذي عيل أنا بعد بكون معك إن شاء الله. صج؟ إيه وبصج وبشهد ضدها بأي شيء يصير. يعني خلاص أروح؟ إيه بروحي سارة. على فكرة ترى أنا لحين أحبك. ماشي كريم. أوكي يبا، الله وياك. يما سارون إيش فيك؟ ما فيني شيء حبيبتي. يما قولي لي شو ما فيك شيء؟ راح أقول لك يما، راح أقول لك. طبعا استاذ احنا راح نوفر لك كل شيء، مودلز، طاقم التصوير، بس اللي عليك ان انت تقول لنا المكان واحنا راح ننسق. زين ممكن اطلب موديل بالاسم؟